صابون على باز وخاب ما فيش يا اخويا اصحاب ده الحب حاضر وذابون يا بايظة هقطع وطار ودموعي كار مطار اكون انسان خطر صايم على الام فطار والخلق غلسة غلط تموت احنا ثابتين وجود معانا مفيش حدود ما اسمعش منكم الردود من يومنا تقال طلقات تنش نظهر لازم تكش وطنا الف وش معانا مفيش معلش ما احنا الابطانا تعمل ضايع في ثواني تكون ضايع وابيع اخصامي بضايع اصلي طول عمر رفايع مفيهمش جدع قدمت السب بعديها مسيرت الحاد مفيش صاحب في سيف ملم خلاص بتهد وقلبي توانجع دمار شامل بالمطوب متعامل اصحى المدينة اتعامل دول احلى اخوات وزمايل وبلق دي دولة خالد فئة فرحته والعة حريقة احنا الوسود الجريئة منخافش ما ودقيقة احنا العتاولة حبيب عيون الله حياتي أغلى الناس بموت في أمي لريت مانيش يا حبيبتي ما تبعديش يا حبيبة فوق خفافيش دي جامدة بجد تدريش في قلبي ضمي أجمل صوت انت عسولة كيوت ألمس إيديك بموت حبك عدى الحدود يا بطة مزة عشت الحياة علي ده من كتابي دواتي وبنسى لو بس أعود معادي أفرد فرصة أشرب حشيش لو يوم ما تكلمنيش حابب معاك يعيش غيرك ما بتغرنيش والباقي فترة أمي العيال نظرت عينيك خيال عندي أغلب المال ومهما داء الحال معي عالمرة وسود لو مرت حاج بموت ومش مرتاح مجبوط الدنيا عيونها سود خطفت قلوبنا ايه الحياة جسم الهموم مسكة فرحي مش عارف القاوي صاحب ازاي انسى العشرة بينا مفيش تغيير حتى الصحاب بتغير ربع الرجالة طراطير اخصمنا بهم كتير بس ثابتين حبيت مراجيح وكبركم عندي ميح تغلط
تشوف تقلي حبالي في ثانية بيح ما عتخيل ما عتخيل بولا أسود الكلام ويانا بحدود بالمرتبة اللي نفوت مدينة عامل غبروت وقلوبنا عفرية من يومنا معلمين فرحة وكلنا جايين خليت فيها الزعيمة تسولوا تشوف جحيم عايش بربولا مغراب رصاص مؤمن أبو العين الأستاذ محبوب من كل الناس وشم أبو العين الأستاذ الناس بتحبه أحمد ورده في مجاله هو الصمدة محبوب من كل الحسة عايش من أيضا وصاحب صاحبه محمود أبو يوسف عمره ما ينام خايف مصطفى السكر ده الناس يغلط ما يقولش أنا آسف ما بيجليه عايشين أبطال علي السكر قتال وزيكو يعني السندال هو البابا وانتو شمال اسمه مش هيعيل هون يا رب على كل كبير وشاب واحد أبو العين التوب من غيرك الدنيا ما تتحاب انت البراءة ضربين بالنار ايمان من وجه جزار يقطع لسانك لو طار اصحابي بالاي الشيطان ملك الحلاقه نسام القلوب يتنفس كل المطلوب البشانة المحبوب الجنود دلوعه العيله اثنين اتقلم مصطفى الفكر المعلم اسلم كسو قدام وتقطم لعنده الناس بتعلم قلبته خطيره قطع الكروان في مجاله هو السلطان وسامر الميدان الفنان في مجاله ساب الكيان ملوش مسيح كتب الكلام عبد الرؤى كلامه تمام خالد نوره توزيعه قدام